انضم إلينا من الخرطوم الآن مراسلتنا رشا الرشيد. رشا، يبدو أن الوضع ما زال متأزما في المنطقة التي أنت فيها، صفي لنا ما الذي يحدث. نعم، ما زال الاشتباك مستمر بين المتظاهرين كما يظهر الآن وأيضا القوات الأمنية لأكثر من ساعة. هناك قصف مكثف للغاز المسيل للدموع وأيضا القنابل الصوتية في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن المحيط القصر الرئاسي. هنا يبعد القصر حوالي أمتار من المتظاهرين. هناك أيضا خطة من قبل القوات الأمنية، فهي تحاول حصار المتظاهرين في عدد من الشوارع والاتجاهات. نعم، هناك غاز مسيل للدموع بكثافة. هنا كما تظهر في الكاميرا هي نقطة الاشتباك الكبرى، ولكن هناك شوارع أيضا فرعية نستطيع أن نراها، وهي تحاول أيضا القوات الأمنية إبعاد المتظاهرين. حددت تنسيقيات لجان المقاومة في أم درمان هذا اليوم للخروج، بالرغم من أنه ليس في الجدول التصعيدي الموضوع من قبل لجان المقاومة، ولكن هي مواكب، تعتبر مواكب الصدمة للمتظاهرين، يخرجوا فيها بصورة غير معلنة في محاولة أيضا للوصول إلى القصر الرئاسي. أيضا هناك عدد من التظاهرات في منطقة أم درمان وأيضا في عدد من المناطق الأخرى، ولكن هنا الاشتباك الأكبر في محاولة لإرجاع المتظاهرين. إذا استطاعت الكاميرا أيضا أن تنقل جانب آخر. طب رشا، نعم نحن نتابع الآن هذه الصور، بس دعيني أسألك الآن، لأنه كان في زيارة لوفد أمني وسياسي أمريكي، وكان في اتفاق مع المجلس السيادي السوداني بأنه تغيير أسلوب التعامل مع المظاهرات والمحتجين بعد مقتل 3 وغير ذلك، هل انعكست هذه هذا البيان على ما يحدث اليوم؟ هل هناك فرق في أساليب مواجهة هذه المظاهرات اليوم؟ نعم، لا يوجد أي فرق، هو ذات القمع للمتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وأيضا القنابل الصوتية، وهي خطر عندما تصيب هؤلاء الشباب. هناك إصابات جسيمة في مواكب سابقة، يعني هناك أيضا عندما تصيب العين فهي تتلفها تماما. أيضا هناك بعض المتظاهرين فقدوا أيديهم، هناك حالات شلل لبعض المتظاهرين، فالقنابل الصوتية عندما تصيب مباشرة كما نرى هي تقع بسرعة بصورة رأسية وأحيانا أفقية فتصيب المتظاهرين بصورة واضحة. هذه قنابل أيضا صوتية كلها نفس ما تم التعامل به في مواكب سابقة منذ بداية الاحتجاجات والحراك الميداني في 21 من شهر أكتوبر. هي ذات الطريقة في القمع. بعد نهاية اليوم لجنة أطباء السودان المركزية ستعلن عن عدد الإصابات أو الضحايا إن وجدوا. شكرا جزيلا لمراسلتنا من الخرطوم رشا الرشيد.